السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الاسد. برج الاسد صلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، وكتر في الاستغفار وفي الدعاء علشان الدعاء بيغير القضاء. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. باذن الله هيكون عندك طاقه ايجابيه وهيكون في تفاؤل الفتره اللي جايه، وربنا يجعلك في كل خطوة سلامة. تاريخ الفيديو بتاعك ايه؟ تاريخ الفيديو 15 ابريل، ده تاريخ الفيديو، التاريخ بس يا برج الاسد علشان مصداقية قناتك. قراءتك عامة ومفتوحة وتنطبق على الجنسين، لعل يكون عندك خير وعندك طاقة تغيرات جذرية. بس قبل ما نبدأ يا برج الاسد، كل اللي محتاجاه منك ان انت تدعم الفيديو بتاعك باللايك الحلو وبالتعليق الجميل، وترفع الفيديو بتاعك عشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدة، وتركز معايا واللي ينطبق عليك هيكون كله خير وسعادة وهنا. بسم الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. طيب انتوا شايفين يعني ولا ايه؟ شايفين قراءتكم عاملة ازاي؟ شايفين الوضع بتاعكم انتوا هيكون في ايه؟ طيب بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اول حاجة، انتوا الفترة دي عندكم حاجة هتتم على خير. الحاجة اللي هتتم على خير دي طوال انتظارها، رغم ان ايمانكم قوي بالله وان ربنا دايما بينجيكم من كل حاجة في حياتكم، حتى دايما لو انتوا قعدتوا مع نفسكم بتلاقي ربنا بينصركم على من اذاكم. انتوا طيبين جدا، بتتعاملوا مع كل اللي حواليكم بما يرضي الله. مهما يحصل في حياتكم رامين حمولكم على ربنا. الفترة دي هتسمعوا خبر طال انتظاره بشكل كبير جدا، منتظرينه بقالكم مدة، عايزين تسمعوا بخصوصه اي حاجة. كمان في حاجة حلوة هتحصل لكم هتفرحكم برضو بإذن الله. انتوا عندكم طاقة انتظار بفارق الصبر، حاسين ان صبركم طال ومفيش اي حاجة حصلت، فان شاء الله بإذن الله ربنا هيجعل لكم الحاجة اللي ضاعت منكم هتكون خير ليكم، وهيعوضكم تجديد او هيعوضكم بتغيير السكن او تغيير البيت او النقلة الجديدة اللي انتوا في حالكم، او انتوا في طريق ليكم او في الطريق اللي انتوا ماشيين فيه حاليا، حب جديد، بداية جديدة، تنبيه جديد، في تفكير جديد، في علاقة جديدة، في حاجة جديدة هتحصل لكم. من وقت للتاني بتحسوا بحالة خمول، حالة كسل، حالة إرهاق، في حاجة مسببة لكم توتر في حياتكم، في تحسين على الوضع المادي المالي بتاعكم. ليه؟ لأن انتوا هتحرروا نفسكم من تقيد، هتحرروا نفسكم وهترموا شبكة ناس كتيرة جداً في أضواء ليكم، أو حضن بخصوص أطفال، أو بخصوص حبيب، في حد بعيد عنكم هتاخدوه في حضنكم وهتطبطبوا عليه، أو انتوا هيبقى فيه لم شمل، أو هيبقى فيه شفاء من مرض، الله أعلم، حد مريض عندكم، حد نفسيته تعبانة عندكم، هيبقى فيه شفاء بإذن الله، وهيبقى فيه تقدم ليكم، أو راحة ليكم انتوا، أو خير ليكم انتوا. شوفوا انتوا محتاجين ايه، الحاجة اللي انتوا محتاجينها أو نقصة عندكم هي اللي ربنا هيكملها لكم على خير بإذن الله. ليه؟ علشان انتوا مريتوا بفترة صعبة، مريتوا بفترة إرهاق، كان باين عليكم التعب قوي، كنتوا تعبانين او كنتوا حيرانين، وتوجب عليكم ان انتوا لازم تاخدوا راحة، لازم تاخدوا حقكم في النوم، لان انتوا مريتوا بعلاقة او مريتوا في فترة او حصل عندكم فترة من الفترات كان فيها ازمة كبيرة جدا، كانت فيها تعب نفسي، بس الامور بدأت تتحسن. ليه؟ علشان انتوا بدأتوا تبعدوا، في تراكم او في علامة على القلب. العلامة اللي على القلب دي ممكن تكون تراكمات، ممكن يكون زعل من حد ما توقعتوش ان انتوا تزعلوا منه الزعل ده، بس صدقوني ربنا هيهون عليكم الفترة دي وهتعدي على خير، وهيكون في رزق من عند ربنا بيترتب لكم. الرزق ده ممكن يكون سفر، ممكن يكون تغيير. انتوا عندكم ريان الفاتحة، ريان الفاتحة ده لإما الخطوبة،
لا اما للرجوع وهتكونوا مبسوطين، لا اما لخروج من المحنة اللي الله اعلم، بس انتوا او هتحضروا مناسبة لحد في بداية فتحة عندكم او قراية فتحة. في هنا مجهود من ناحية العمل، بتبذلوا مجهود كبير او بتبذلوا حاجة كبيرة لحياتكم، في امور عايزين تستقروا فيها بس مش عارفين، او بتحاولوا بقدر المستطاع تثبتوا رجلكم على الطريق اللي انتم محتاجين يكون في فتحة خير ليكم. انتم من ناحية الماديات عندكم في تحسن، داخلين في مشروع والمشروع ده هيكون خير، بدايته صعبة بس نهايته جبر، وتأكدوا من كده. كل حاجة في البداية بتكون صعبة، فما تقلقوش من وصول الحلم بتاعكم في الوقت المناسب. مين الشخص اللي بيحبك بس دايما بيحاول يخفي مشاعره اتجاهكم، او يخفي ان هو بيحبكم، او ما بيظهرش المحبة علشان مش عارف، لا اما هو ما بيعرفش يعبر او هي ما بتعرفش تعبر، لا اما هم مش عارفين يظهروا المحبة في الوقت ده عشان ممكن يكون في سبب منحهم او في حاجة منعاهم، الله اعلم. كمان انتوا هنا في شخص اذاكم هتنسوه وهتبعدوه عن حياتكم، وهيبقى في خطوة جديدة او طاقة جديدة زي ما قلت. الفترة التعب دي او المعاملة اللي كانت حد بيعملها لكم في فترة انتوا كنتوا محتاجين الطبطبة، انتوا قررتوا ان انتوا تمشوا، قررتوا ان انتوا تبعدوا. في نفس الوقت عندكم اكتر من حل بتحلموا بيه، بيكون بيدل على الرزق. البعض منكم بيحلم بأحلام جميلة بتدل على الخير وعلى الرزق، وبيقول لحد الآن ما فيش أي حاجة يعني اتحققت، كل حاجة في الوقت المناسب. انتوا خلي أملكم في ربنا كبير، علشان انتوا في فترة انتظار، وفترة الانتظار دي بتكون مرحلة جديدة لتخطيط اللي انتوا فيه. كمان هنا في مشكلة صحية او في حالة نفسية تعباكم شوية، رغم ان هيكون في تحسن. حرف السين وحرف الدال وحرف الالف في رابط بينكم قوي، في رابط قوي بينكم وبين الحروف دي. نجمكم خفيف، والنجم الخفيف ده ان انتوا بتسحبوا الطاقة السلبية من اي حد، ومن طريق التاني انتوا عندكم تحقيق امر، وتحقيق الامر ده هيكون حلم انتوا بقالكم مدة عمالين تحلموا بيه، هيتحقق الفترة اللي جاية وهيكون طاقة ايجابية، وهتكونوا مبسوطين جدا لان انتوا هيكون عندكم اخبار حلوة او طاقة جديدة. البعض منكم بيعاني من تساقط الشعر ومن الوجع اللي في الرجل ومن الوجع اللي عامل له ضيق وخنقه في جسمه. بعض منكم هيكون في مناسبه حلوه هتطلعه من حاله الكسل والخمول والاختناق اللي هو بيختنقه من غير اي سبب. عندكم فرح وهتكونوا مبسوطين جدا بيه، او هيكون في مناسبه حلوه في حياتكم. الأضواء عندكم هتتبدل بشكل كبير، زي ما ملامحكم بالظبط هتتغير، يعني ممكن يكون القلق والتوتر واضح جدا على ملامحكم بسبب العراقيل، بس الفترة اللي جاية ملامحكم هتكون حلوة جدا، علشان هتبدأوا تبعدوا التراكمات عن حياتكم وهتبدأوا ترموها من ورا ظهركم. ليه؟ علشان شفتوا كتير، فهتبدأوا تشوفوا الحاجات الإيجابية وتشتغلوا عليها. انتوا في انتظار فترة رزق، او في فترة نقلة، او في فترة مكالمة، مستنيين مكالمة، عندكم مكالمة بخصوص حد هيوضح لكم امور، في عتاب بينكم وبين حد وهيكون في صالحكم، الله اعلم. كمان في حبة ايام، حبة الايام دي هيكون الاضواء عالية جدا عندكم، وهيكون في قعدة جميلة، وهيكون في شوية رومانسية، شوية خروج من اللي انتوا بتمروا بيه حاليا، الله اعلم. بس هيكون في فترة تقدم، انتوا هنا عمالين تشتغلوا على حاجة غايبة عنكم او على حاجة بعيد عنكم. البعض منكم غايب عنه ورقة، البعض منكم مستني مكالمة، مستني تجديد لحاجة، الله اعلم. بس انتوا في فترة تجددات حلوة،
والفترة اللي جاية دي هتكون مليئة بتيسير ورق السفر، بتيسير الورق او الحاجة اللي ضايعة منكم، او ان انتوا هتبدأوا تدخلوا لمرحلة جديدة انتوا عايزينها، مش حد عايزها، لا انتوا عايزينها، بس انتوا مقيدين. البعض منكم مقيد، لا اما في علاقة ومش عارف يخرج منها، لا اما حاسين ان انتوا في سجن وكل حاجة عكس ما انتوا عايزين، او ممكن يكون عندكم حد في السجن او حد في ضيق او حد مريض، انتوا فيه طاقة زعل على حد، يعني حد انتوا مش عارفين تساعدوه ودايما بتدعوا له من عند ربنا، وفي حد من دمكم ولحمكم ماشي في طريق وانتوا عمالين تحذروا فيه وبتقولوا له ارجع من الطريق ده علشان الطريق ده خطأ. في صديق او صاحب، حد يعني من الاصدقاء شايل همك جدا وبيطبطب عليك قوي وبيحبك فعلا، بس انتوا عايزين تبعدوا عن ناس كتيرة جدا، يعني انتوا بتحاولوا تبعدوا، بتحاولوا ان انتوا يعني تغيروا جو بعيد عن الناس، لدرجة ان انتوا عايزين يعني تعملوا اشياء جديدة. في كذا مرحلة عندكم عايزين تتخطوها، في تجديد عندكم عايزين تطلعوا منه، الله اعلم، بس بشكل كبير جدا انتوا عندكم لم شمل من بعد اشهر طويلة، من بعد فترة طويلة طبعا محاولات ومفيش فايدة، فيها يبقى في قعدة عتاب، وهتحاولوا ان انتوا تصلحوا العلاقة مع الطرف التاني، وهيبقى فيه تقوية في العلاقة مرة أخرى. بس في واحدة ست، الست دي بتأذي فيكم. الست دي قصيرة وقمحوية، معاها بنت، البنت دي بتغير منكم، والست دي حاطة عليكم بكل الطرق، وانتوا عرفتوها بشكل كبير الفترة دي. ليه؟ علشان شايفاكم ان انتوا بدأتوا المعاملة بينكم وبينها تتغير، المعاملة بينكم وبينها مش زي الاول، وده بيدل ان انتوا عرفتوها، فأكيتوا شراكة بينكم وبين حد، او كان في عمل بينكم وبين حد وفكتوه، او كان في صلة بينكم وبين حد قطعتوها بسبب ان انتوا شفتوا قد ايه الناس اللي قدامكم على حقيقتها، فعشان كده بدأتوا تتحولوا. انتوا حواليكم ناس كدابة ومنافقة، يعني الناس دي معرفش هما بيعملوا كده ليه، بس هما فعلا منافقين، وبرضو انتوا عرفتوهم، اصلا انتوا مميزين في كشف الناس اللي حواليكم وبتبعدوا، وعشان كده بدأ يقول لكم مالكم في ايه، بتبعدوا عننا ليه وانتوا ما بقيتوش تردوا. فعشان كده فترة التوتر والضغط النفسي ده فترة وهتعدي، وهيبقى فيه امور حلوة. ليه بقى؟ علشان خاطر انتوا بدأت تنسوا، والنسيان في حد ذاته ده طاقة ليكم انتوا او ازدهار، وان شاء الله بإذن الله هتقابلوا الحاجة اللي هيكون في صالحكم. انتوا في فترة علاج، لاما انتوا بتتعالجوا من حاجة، لاما في حد عندكم بيتعالج، لاما انتوا في فترة حاجة هتتم على خير، والحاجة اللي هتتم على خير دي هيكون فيها طبطبة وحنان من عند ربنا. في حاجة ناقصاكم، او في حاجة انتوا مازال بتدوروا عليها، مازال انتوا مستنيينها، في حاجة يعني بالكم مشغول بيها جدا، بس مش عارفين تلاقوا، مش عارفين تبدأوا ازاي. في شوية مسؤوليات زايدة عليكم الفترة دي، او في يعني انتوا بتتحملوا اكتر من الطاقة بتاعتكم، يعني انتوا الطاقة بتاع المسؤوليات بتاعتكم بتزيد، فانتوا عمالين تتحملوا، فقررتوا ان انتوا بقى تشوفوا حياتكم شوية وتشيلوا حد المسؤولية اللي انتوا شايلينها. ليه؟ علشان انتوا ما بتحبوش التأثير،
وزي ما قلت الخوف والتردد اللي مسيطر عليكم الفترة دي هيكون فيه تغيير. انتوا مهمومين وشايلين هم الدنيا، بس لحد امتى؟ اسألوا نفسكم كده، لحد امتى تبقوا شايلين هم الدنيا؟ الحاجة اللي ناقصاكم اشتغلوا عليها عشان تخففوا الوضع التوتر اللي انتوا فيه وتحاولوا تحلوا المشكلة العاطلة، وفي نفس الوقت في انتصار على اشخاص معينين في قبالكم، وانتوا كمان هتنسحبوا من حياة ناس. خلاص هتقولوا احنا لازم ننسحب من حياتكم، وانتوا طول الوقت عاملين تغزلوا فينا. في شخص في حياتكم قريب منكم وانتوا بتحبوه جدا، لكن انتوا مش عارفين تبدأوا تفتحوا، يعني تبدأوا تتكلموا معاه ازاي او تفتحوه ازاي في الكلام، تبدأوا معاه ازاي ان انتوا تكلموه، الله اعلم. يعني انتوا مش خايفين بس مش عارفين تفتحوا معاه ازاي الكلام ده. في حد مستلف منكم فلوس او انتوا مستلفين فلوس من حد، في رد سد ديون عندكم بشكل سريع، او في حاجة حد هيقف معاكم وهيساعدكم وهيسد ديونكم. انتوا داخل لكم رزق، خلوا بالكم الفترة دي ان انتوا داخل لكم رزق حلو، والرزق ده هيكون كبير وهيكون عظيم بكل الاشكال. ليه؟ علشان انتوا زي ما قلت لكم في فترة تحسين على جميع الاوضاع بتاعتكم، او بمعنى اصح على اوضاع معينة انتوا هتساعدوا نفسكم ان انتوا تتخطوا اي مشكلة بتحسوا بيها. انتوا دايما عايزين الشعور ان انتوا تكونوا مطمنين، يعني انتوا ممكن تكون مع الشريك بتاعكم مش مطمنين، مع الشريك بتاعكم حاسين انه في امور مختلفة، وعشان كده الفترة دي انتوا هتحاولوا تحولوا مرحلة الحزن والمرحلة الصعبة اللي عندكم لفترة تغيير جذري، والتغيير الجذري ده هيكون بشكل سلام وهيكون بشكل فترة ايجابية، ما تقلقوش من خالص. انا شايفة لكم القلق والتوتر والحيرة بدأ ياكل وشكم، وبدأتوا يعني تتنازلوا عن حاجات كتيرة جدا من كرمال ان انتوا تعيشوا او تعدوا، وده اكبر غلط. طيب هنقول انتوا محسودين على ايه؟ على الاناقة، على الرشاقة، على خفة الدم، على عيونكم الجميلة، وبيقولوا لكم في وشكم، وانا قلت لكم قبل كده ما شاء الله عليكم انتوا بتجيبوا لبسكم منين، ما شاء الله عليكم انتوا طول الوقت شغالين ومش تعبانين، صح الكلام ده بيتقال ولا ما بيتقالش؟ فلازم تخلوا بالكم، علشان زي ما في عين بتحب في عينين بتكره، وده بيخليكم انتوا بتمروا بفتره صعبه، وعشان كده ربنا بقدر المستطاع هيقف معاكم في الوقت اللي انتوا هتحسوا ان فعلا مفيش حد واقف معاكم. فيعني حاولوا ان انتوا تحسنوا من طاقه الحسد الشديده. مين بقى الناس اللي مقربين من العيله اللي هم اكلوا حقكم ولما حصل مواجهة قالوا احنا ما عملناش حاجة، احنا ما فيش حاجة حصلت؟ طب انتوا عارفين ان في يوم من الايام ربنا هيجيب لكم حقكم؟ اي نعم انتوا ما بتحبوش تشمتوا في حد، بس هتحسوا قد ايه ان ربنا ده حنين جدا عليكم. الفترة دي الوضع معاكم مش مستقر تماما خالص، فترة غريبة ومتعبة، وفي بعض التناقض بينك وما بين حد، او بينك وما بين حد في مجال العمل. وسألتوا نفسكم سؤال او بتقولوا لربنا يا رب انا في مطرح ما احط رجلي او مطرح ما اكون بلاقي ناس ما بتحبنيش، سبب يعني انتوا هتلاقوا كده شوية هدوء وبعدين هتبدأوا تسرحوا وهتلاقوا الاجابة اللي انتوا محتاجينها. انتوا بحاجة حاليا لحد يحس بيكم، عندكم فراغ، عايزين حد يملي الفراغ ده ويطبطب على قلبكم ويطبطب على حياتكم. والصراع اللي انتوا بتعيشوا فيه دي هتكون فترة، وبعد كده هيكون فيه تغيير وهيبقى فيه تحسين على اوضاع شغلة بالكم. ليه؟ علشان انتوا فعلا حاليا فاقدين حاجات، فربنا هيبشركم بحيث لا تحتسب. كمان انتوا هنا الفترة دي صعبة، الفترة دي مرهقة، الفترة دي انتوا تعبانين فيها، بس ان شاء الله بإذن الله ربنا هيجعل لكم في كل خطوة سلامة، وهيجعل لكم التبشرات الحلوة اللي انتوا هتكونوا محتاجينها. ودايما اقول ان انتوا ما تزعلوش على حد، وما تزعلوش على الناس اللي قصرت في حقكم رغم ان انتوا كنتوا كويسين معاها، بالعكس انتوا هيبقى في امور تجديد. عندكم واحدة ست، الست دي بيضة وقصيرة وبتشتكي من مرض، الست دي بتحبكم جدا جدا ودايما بتظهر لكم، هي عايزة مصلحتكم،
بس انتوا بسبب توتركم وبسبب ان انتوا عايزين تقعدوا لوحدكم في مشاكل سلبية مأثرة عليكم ومخليكم ساكتين. انتوا عندكم وقف حال، وقف الحال ده او نفور من الزواج او نفور من الشريك، رغم ان انتوا واضحين جدا، لكن الظروف ماشية معاكم بالعكس. فهتكون في رسالة حلوة، الرسالة دي هتطمنكم او هتكون طبطبة من عند ربنا، او في نفس الوقت ممكن تكون رسالة عن الحاجة اللي انتوا فاقدينها او الحاجة اللي غايبة عنكم. انتوا ما تعرفوش ان ربنا شايل لكم حاجات كتيرة جدا. الناس دايما شايفاكم مبسوطين ومفرحانين، فبيقولوا دول ما عندهمش مشاكل زينا، رغم ان هم لو عاشوا مكانكم يوم والله هيقولوا الحمد لله. وزي ما بيقولوا لما بتشوفوا بلاوي الناس بتهون عليكم بلوتكم، او لما بتشوفوا بلاوي الناس اللي حواليكم بتقولوا الحمد لله ده ربنا مخفف عننا حاجات كتيرة جدا. وانتوا من النوع اللي هو بتتحسسوا جدا باللي قدامكم، بتزعلوا على زعل اللي قدامكم وتفرحوا الفرح اللي قدامكم، وعشان كده شايفين نفسكم ان انتوا شايلين مسؤوليات كتيرة جدا. فلازم ان انتوا تطلعوا من اللي انتوا فيه، وما تخلوش اي حد يأثر عليكم او يسيطر عليكم. في رزق وفي خير في طريقكم مع بداية الايام اللي جاية، وان شاء الله بإذن الله هيكون في تقارب من مجالكم اللي انتوا عايزينه توصلوا ليه. وخلي بالكم في حد عايز هنا، يعني ايه، هو بيراقبكم على السوشيال ميديا، عايز يبعت لكم طلب صداقة، عايز يكلمكم، عايز يفتح معاكم موضوع، بس مش عارف بقى، مش عارف يبدأ ازاي، خايف. عشان انتوا ما شاء الله عليكم وقت الحاجة اللي ما بتكونوش عايزينها بتكونوا ردة فعلكم قاسية شوية، فعشان كده انتوا ساكتين. يعني هو ساكت ومش عارف يتكلم، وانتوا بعد ايام معدودة هيتواصل معاكم برضو عشان هيحس ان هو خلاص هو تعب بقى، عايز يتكلم معاكم وانتوا مش فاتحين الطريق ولا فاتحين اي حاجة، وما بتدوش اي، يعني انتم ما بتدوش اي حد يعني اللي هو ايه يفتح معاكم مجال في اي حاجة انتم مش محتاجينها. ودي بيخلي الشخص اللي قدامكم بيقول لا انا ابعد احسن ما ايه، احسن ما اتعب، او احسن ما هما ادخل معاهم في علاقة فاتعب نفسيا. فعشان كده كل الناس اللي بتقرب منكم بتاخد القرار البعد، بس الشخص المناسب هو اللي هيصمم ان هو يكمل العلاقة دي حتى لو اتظلم. انتوا اتظلمتوا وما خدتوش حقكم من الناس، وعشان كده ربنا هيعوضكم. كمان في خطوة جديدة بخصوص العلاقة العاطفية، بس بلاش المجوزة، بلاش ان انتوا تتجاوزوا حاجات كتيرة جدا وتتخطوا. انتوا بدأت تفكروا بعقل، في حاجة ندمانين عليها ضاعت من ايدكم في يوم من الايام، زعلتوا شوية وسألتوا وقلتوا هي ليه الحاجة دي ضاعت مننا، رغم ان احنا فعلا ما كناش نتوقع ان الحاجة دي في يوم من الايام تضيع مننا. فانتوا الفترة دي هي فترتكم انتوا، لازم بأسرع وقت تبعدوا عن التراكمات اللي مأثرة عليكم، تبعدوا عن أي حاجة ملخبطة معاكم، أو أي حاجة بمعنى أصح مخلياكم انتوا بتعانوا من الأشخاص اللي واخدة الطاقة بتاعتكم. فترتكم هي فترة التحسنات ليكم، هي فترة ان انتوا ربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسب، والأوضاع معاكم هتبدأ تاخد جذر كتير، او هتبدأ بمعنى صح الوضع معاكم يكون فيه تحسن. وفي رسالة، الرسالة دي هيكون فيها كده بعض الرومانسية، وبشكل عام هتحققوا الأمنية وبعض النجاحات على جميع المستوى الشخصي، علشان في تطورات تخصكم انتوا شخصيا. وتأكدوا دايما ان ربنا واقف معاكم، وان هو فعلا هيحميكم وانتوا مش حاسين. كمان انتوا بتتعاملوا مع بعض الناس بوضوح جدا، حياتكم واضحة مثل الشمس بالظبط. الفترة اللي جاية هيكون في وضوح اكتر، وهيبقى في حاجة حلوة هتبشركم بالخير، لإما نصرة لإما انفراجات لإما تغيير الله اعلم، بس هيبقى فعلا في حاجة هتبشركم بالخير.
كمان انتوا عندكم خطوة بخصوص محكمة في شخص خدعكم، كان مقرب منكم وزي ما قلت لكم الشخص ده وقع من عليه ظلم ليكم واخد منكم حاجات كتيرة جدا، فربنا هيعوضكم عن الفلوس او عن النقلة اللي انتوا مستنيينها. في اشخاص بتستغلكم، احذروا منهم وحاولوا ان انتوا تتخلصوا من اي او من مشكلة او من اي مشاكل مؤثرة عليكم، وخدوا بالكم واحذروا من الناس اللي داخلين وخارجين على بيتكم الفترة دي. يعني لو في ناس بتدخل وتدخل في بتدخل وتطلع من بيتكم، خدوا بالكم منها، من الناس الفترة دي بالأخص. ليه؟ علشان ما تحسوش ان انتوا خلاص. رغم العصبية، رغم ان انتوا لما بتهدوا بتكون حاجة حلوة جدا والناس بتحب تتكلم معاكم، بتحب ان هي تقرب منكم، وعشان كده هتحرروا نفسكم زي ما قلت لكم من التقيد، وهيبقى فيه اسمة جديدة، والاسمة دي هتكونوا انتوا واضحة جدا في التعامل مع الآخرين. في كذا خير هتعملوه او في كذا عمل انساني انتوا هتعملوه الفترة دي، وبرضه هيكون في امور تجديد ما شاء الله عليكم. لا هي الفترة دي فعلا فترة حلوة ليكم، بس اللي انتوا مش عايزين يعني تفهموها كده، انتوا حاسين انه في ضغوط وفي سلبيات. لا، رغم ان قد ما في هموم وسلبيات، رغم ان انتوا عندكم بداية من اول السطر او عندكم نقط هتحطوها على حروف ضيعة، وهيكون عندكم طريق ماشيين فيه خير. ممكن تكون بدايته صعبة بس نهايته جبر من عند ربنا. واخيرا هتحسوا ان الضحكة بدأت تعود عليكم تاني، بدأت ان انتوا تحسوا قد ايه ان ربنا هيبشركم ليكم فلوس عند حد، والفلوس ده عمالين كل ما تتصلوا بالشخص ده ما بيردش عليكم، كل ما بتحاولوا تتواصلوا مع الشخص ده مش معبركم، هتقابلوه صدفة ومش هتمشوا غير لما تاخدوا حقكم، هتعملوا بقى تتشقلبوا تروحوا وتيجوا بس هتاخدوا حقكم، وهتقولوا له انت لو ما جبتش حقنا دلوقتي احنا يعني هنعمل حاجات كتير. اكتر ناس انتوا ساكتين ومتحملين حاجات محدش فعلا يستحملها، وده ذكرته في البداية، ممكن تستحملوا طاقات كل الناس اللي حواليكم وما تتكلموش او تفتحوا اي حاجة، وعشان كده هيكون خطواتكم سريعة وهيكون هدفكم حلمكم يعني قريب جدا منكم. ولو انتوا عندكم تعبان من وقت للتاني، التعبان ده بتلاقيه كده بيتبدل ألوانه، بيتبدل أشكاله، انتوا مش هتقطعوا راسه، انتوا هتموتوه. ليه هتموتوه بقى؟ علشان في حد هيكشفه لكم، في حد هيجي يقول لكم خلوا بالكم من الشخص ده عشان الشخص ده منافق، الشخص ده كذاب وقال عليكم حاجات، هيقول لكم قال عليكم 1 2 3 4. ونصيحتي ليكم ان انتوا ما تسمعوش كلام حد وما ترموش ودنكم لحد، ولو عندكم حد متسلط او حد بيرمي ودنه للاهل او لناس، حاولوا ان انتوا تقولوا له ده غلط، او انتوا ممكن تكونوا بتعانوا من الشريك او بتعانوا من حد متسلط يعني بيسمع بيرمي ودنه، اذا كانت لام او اذا كان لامه او اذا كان لاخته او لحد يعني بيرمي ودنه، وانتوا طبعا الوضع ده مش عاجبكم ما بتحبوش كده، بتقولوا له الغلط غلط، احنا عايزين التعامل يكون بشكل ايجابي، اما خوفكم من الناس والعزله دي لا غلط، اطلعوا جددوا اعملوا حاجات جديده، استقروا بنفسكم، حاولوا ان انتوا تشتغلوا، حاولوا ان انتوا تعفروا، حاولوا ان انتوا تعملوا حاجات جديده. ليه؟ علشان الحاجات السلبيه لما بتتراكم عندكم بتخليكم انتوا تنعزلوا في فترة منعزلة تاما عن الناس، ولما بتنعزلوا بتلاقوا نفسكم اللي بتناموا بتصحوا فيه، وده بيكون أكبر غلط انتوا بتعملوه الفترة دي. لازم تطلعوا، لازم تعافروا، ولازم تشوفوا ايه التعامل اللي انتوا ممكن تتعاملوا فيه علشان التأثيرات السلبية ما تأثرش عليكم او ما تضغطش عليكم. أتمنى لكم الخير والسعادة والهنا والرزق والتفاؤل، ويا رب يجعل لكم في كل خطوة سلامة، ويجعل لكم دايما أيامكم كلها جميلة وتبشرات حلوة. وعشان كده دايما أقول لكم خلوا بالكم من أي حد ممكن يحقد عليكم. طيب هتعرفوا الناس بتحقد عليكم بيبان في عيونهم،
والناس اللي طول الوقت عماله تبالغ ان هي بتحبكم متاكدوا ان العكس تماما، وانتم يعني انتم معروفين جدا بكشف حقيقه اللي حواليكم بالحاسه السادسه بتاعتكم. ادعموا الفيديو باللايك وبالتعليق الجميل، وتحياتي ليكم.